ممكن أن ينتفع منها الشباب الجدد والمسرحيين وحتى الجمهور يطلع عن تجربتنا الطويلة التي أعتقد أنها كانت صحيحة. ألف مبروك هذا التكريم وشكرا جزيلا، وإن شاء الله من تألق إلى تألق يا عملاق الفن العراقي والمسرح العراقي. شكرا عيني، شكرا. هذا التكريم بهذا اليوم، شاهدنا عدد كبير من الفنانين والمبدعين والعلماء وهم يكرمون هنا في عمان من قبل السفارة العراقية وأيضا مؤسسة الخلد للدراسات والبحوث. أكيد سعيدين هاليوم بعلمائنا وفنانينا، شنو يعني لك هذا التكريم بهذا اليوم؟ والله شيء مفرح أن أشوف يعني شيء حضاري هذا في كل العالم، يكرم المبدع الفنان الشاعر الطبيب البارع المهندس البارع كل شرائح الإبداع. فأنا سعيدة أشوف هذا الاهتمام، هو من يهتم غير المثقف؟ يعني بذرة ثقافة دا أشوف أنا شيء جديد، يعني عبرت 82 سنة ولم أكرم غير هنا بالأردن من قبل رابطة الفنانين ومن قبل وزارة الثقافة والإعلام قبل الجامعة العربية والآن أكرم. شيء يعني أتمناه لغيري بالحقيقة، يعني الفنان قليل عددنا إحنا، مو بالكثرة مثل ما موجود آلاف الجنود آلاف مؤلفة من الموظفين. يعني إحنا كل الله مطينا سبحانه وتعالى فد موهبة، وهي الموهبة جتي مو هيك جتي بصماتكم لحد الان موجوده داخل العراق باعمالكم الفنيه المتميزه. احنا منو؟ احنا ابناء سومر وبابل واكد، هذولاك ما فاتوا اكاديميه فنون جميله، لو راحوا درسوا مسرح، لو درسوا نحت، لو ابد. احنا بالجينات هذه تتورث سنه على سنه. بس هم على العموم بالعالم كله المبدع الفنان قليل قليل، لان هاي الموهبه من الله. واذا اكو عندنا مواهب بالجنوب مليان، بس ما صح ماكو فرص عندهم. يعني هو خطيه الشاب العراقي قدر يحلم. انا جينا للعراق، زوجي دبلوماسي كان خارج العراق من تونس، وصلنا ليله حرب ايران الى حد هالتاريخ حروب 31 سنه. يعني انا انقهر على الشباب، كان ممكن يطلع عندنا احسن طبيب واحسن مهندس واحسن فنان واحسن مسرحي واحسن مطرب واحسن، ما طلع عندنا. كيف يطلع ولما القنابل فوق الراس واليومية التلفزيون هذا اللي يحطم أكبر نفسية، قتل ودم وذبح. يعني أطلب من وزارة الثقافة إذا يقدرون يسيطرون على هذه التلفزيونات، لا الغنى مريح لا الأخبار مريحة، يعني شوية خففوا وطلعوا فتشي ينسي الإنسان. ترى العراقي دماغه ونشف نشف، ما بقى بيشي. ترى إحنا الروح، ديروا بالكم على الورانة، ترى إحنا شعب حي، ولا أكو مثل العراقي. لا تصدقون أكو مثل العراقي أبدا، لأن إحنا أولاد سومر وبابل وأكد وآشور. إحنا
بالفطرة جيناتنا مليانة كلها، كل عراقي عنده، بس مو كل واحد تسنح له الفرصة اللي أنا مشيت فيها. كيف تنمو الوردة إذا ما تطيها مي نظيف، تطيها تربة نظيفة صالحة، هواء نقي، شمس ما يطلع، إذا هي الجو ملوث، تسمع ملوث، تشوفه ملوث، كل الحياة ملوثة، ما يبدأ. إذا زرعتي ورد هسه في هذا البلد اللي كلك حرب وحرب وحرب، ما تنموت، تعيش تموت رأساً. فنطل إن شاء الله ندعي إنه بلدنا ترجع آمنة، ويصير حب بين الأخوة. إحنا كنا عايشين لا فرق بين سين، إحنا بعائلتي. لكن أريد أعرف شنو دور الفنان المبدع العراقي اللي خارج العراق، يعني أنتم تقدرون بالفن باللوحات اللي تقدموها، يمكن رسالتكم هم أيضا كبيرة في السلام والمحبة داخل العراق. داخل أهم شيء التوافق بين الأخوة، إحنا كلتنا أخوة، كلتنا أحبة، ماكو فرق بين شيعي وسني ومسيحي ومسلم وتركم، كلتنا أخوة يا أختي. إحنا أنا عشر عائلتي، عندنا بنت عمي متزوجة كردية من بيت بابان، وعندي بنت عم لخم متزوجة من بيت بابان، وعندنا شيعة أختي بعلي بنت علي، يعني ما شنو شيعة، بنت خالي ماخذة كاف الحسين، شنو شيعة؟ هم بشر وأنا بشر، هذه أكو أيدي خفية تسوي فرق تسد. لكن الآن إن شاء الله الجهود، جهود العراقيين إن شاء الله راحت التفرقة والطائفية داخل العراق. أنا متفائلة كلش يصير العراق، بس لو يهتمون بالبلد في العراق. العراق أعظم بلد بالدنيا، كان ممكن يصير أعظم ممكن لو ما هذه الحروب وهاي المآسي، وهذه يد خفية تسويها، لازم يجب أن تقطع هذه اليد منو ما تكون. أنا أريد أعرف هذا التكريم لمن تهديه هذا اليوم؟ إلى زوجي الراحل، إلى رفيق عمري، إلى حبيبي وصديقي وزوجي حميد العزاوي، وإلى أولادي عباس وعباس وهيلة وأحفادي الخمسة، وإلى العراق العظيم. هذا التكريم، وإن شاء الله من تألق نجاح إلى نجاحات كبيرة. أريد أعرف هل هناك أعمال جديدة؟ والله هسه عندي كتاب مذكراتي، مذاكرة وداد الأرفلي، راح إن شاء الله يعني في دور، تأخر هو شوية لأن أصدرت ألبوم موسيقي، و يعني بالكتفة شهرين ثلاثة يخلص أدزل الطبع، حسا يراجع بالمراجعة. عندي كتاب دا أجمع لوحاتي المنتشرة في كل أنحاء الدنيا، دا أسوي كتاب. أطلب من كل الأصدقاء والمعارف المتواجدين في كل أنحاء الدنيا، كل من عنده لوحة من سنة 50 إلى حد هالتاريخ، 50s, 60s, 70s، أنا في الأردن سويت معرضين بال 67, 68, 69، معرض النكسة في صور ومعرض الربيع. رجاء أنا مستعدة، هاي يعني أدفع فلوس صوروا ليها تصوير ممتاز ودزوا ليها على الإيميل، الإيميل مالتي إذا ممكن تطلعوا بالكاميرا إلهم حتى يشوفوا. أريد يدزوا لي صورة واضحة حتى أخليها بالكتاب، يكتب اسمه ويكتب يعني إذا كانت على ورقية ويا سنة توثقين الصور هي عد منه وموجودة يمنه، حتى أيضا توثيق هذا تاريخ حبيبتي، تاريخي وتاريخ الفن العراقي. إن شاء الله يساعدون ويتعاونون معاك كل ال، والله يحفظ العراق من كل شر ومن شر الأشرار اللئيمين الخبيثين، اللي يا ربي يوميا صلي كل عراقي طيب أن يحفظه ويسلمه يا رب. شكرا جزيلا حبيبتي، وألف مبروك لهذا التكريم، وإن شاء الله تألق إلى تألق، وأكيد سعيدين بهذا اليوم. أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر الفضائية معناتكم هذا اليوم وفي هذا المكان الكبير. شاهدنا عدد كبير من رجال الأعمال وأيضا الشخصيات العراقية حضروا لتكريم عدد كبير من الفنانين والعلماء والمبدعين العراقيين. أكيد سعيدين أنه تهتم السفارة العراقية وأيضا مؤسسة الخلد بتكريم مبدعين وفنانين ومثقفين وعلمائنا هنا في عمان هذا اليوم. شو تحب تقول بهذا التكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا الحقيقة جملة العراقيين الذي فرحين مستبشرين بهذه الخطوة العظيمة الجبارة أعتبرها بلقاء النخب الطيبة والمربية الذي تعبت على تكوين الدولة العراقية مثل البدء. فأنا أعتقد الآن حصلوا بعض الشيء من الزرع الذي زرعوه، يعني حصاد ولو شيء بسيط، إنما أنا أريد الأكثر والأكثر، طموحي هذا. هنا رجال أعمال وأيضا عندكم مؤسسات مهمة جدا تدعمون بها المثقف العراقي، شنو اللي قدمتوا للمثقف العراقي بالمهجر؟ احنا اللي قدمناه مساعدته بالجامعة ومساعدته بالعمل ومساعدته بالتوظيف ومساعدته وقفاتنا وياه حتى في محل مسألة قامته، فما قصرنا، ما أعتقد عنه، قدر إمكاننا عملنا الشيء الذي يجب أن نعمله، ولو أنا أعتقد بعدنا مقصرين، لازلنا مقصرين. لأن هذا اليوم بهذا الاحتفال وتجمع العراقيين ورجال الأعمال وشيوخ العشائر أكيد تنطي بصمة إيجابية إلى أن المثقف والفنان العراقي والعالم قدر أنه يدخل إلى جميع مفاصل الحياة وأيضا إلى جميع أو جميع أنحاء الجالية العراقية المتواجدة هنا بالتحديد بعمان. نعم. ستي الكريمة، أكو قول والمفهوم هذا بيه عندنا احنا لما نجلس في مجالسنا، انه ثروات الامم بعقول ابنائها. ثروات الامم يعني العراق يمتلك نفط، لكن اذا ما له عقول تسير هذا النفط وهذا الخزين وتخليه يمشي بالشكل السليم، ماكو شيء. فهذول هم العقول، هم العقول اللي نعتمد عليهم، وإن شاء الله الله يأخذ بديهم بالتوفيق ولصالح العباد والبلاد والخير والموفقين. شكرا جزيلا شيخنا، وإن شاء الله دائما تتواصلون ويا مبدعين ومثقفين وعلمانا من خلال هكذا نشاطات لدعم المثقف والمبدع العراقي. شكرا لك، أشكر فضلك على هذه البادرة الطيبة. فنان الكبير الهام المدفعي، أكيد سعيدين هذا اليوم نلتقي بك بهذا الحفل التكريم لنخبة من العلماء والمبدعين العراقيين والفنانين. أكيد سعيدين أن المبدع العراقي والفنان يتكرم وهو على قيد الحياة، لأن دائما تعودنا بعراقنا دائما المبدع يتكرم بعد الوفاة، واليوم أكيد سعيدين أنه هاي النخبة الكبيرة تتكرم وهي على قيد الحياة. فعلا يعني عمل جدا انا اعتبره جبار بالنسبه الى يعني تقديم الشهادات الابداع. هي مو شرط شهاده يعني نفسها، بس بما انه يليق بمقام هؤلاء العلماء والفنانين والدكاتره يعني ذولا تعلمنا من عندهم احنا كل شيء في حياتنا حقيقة، عدا يعني الطموح في الحياة، الأخلاق وال يعني من كل ناحية اللي هي كانت تحولنا تحيطنا، لأنه هي جتي من هذا المحيط حقيقة، والحمد لله يعني علاقتنا بهم كلهم مو بس جيدة، أنا جدا سعيد أن شفتهم كلهم، وفي هذا اللقاء قليل أن يصير عندنا تقديم وتقدير إلى هذه الأعمال. أكيد أستاذ الهام، هذا اليوم نحن سعيدين لأن النخبة كانت نخبة منوعة جدا ومتميزة، والحمد لله أنه أغلبهم على قيد الحياة وشافوا تكريمهم بعينهم وأيضا بعيون عوائلهم. لكن الهام المدفعي الفنان القدير والمبدع هذا اليوم مش راح يهدي المبدعين والفنانين وأيضا العلماء اللي حصلوا على هذه الجوائز القيمة. احنا حقيقة يعني يسعدنا انه نكون عندنا دور في هذا الشيء، بس اليوم احنا
واحدة. أنا أريد مقطع، مقطع نهدي أكيد هاليوم راح نهديهم مقطع من الهام المدفعي. اليوم نشوف هذا مقطع في حياتنا، أحلى شيء، أحلى من أي أغنية أنا أسويها حقيقة. هي مو موضوع أغنية، يعني إحنا مو لا يعني مو موضوع أغنية ما أغنية، بس إحنا نتكلم على هذا الجمع، أنه هم تلاقينا مرة ثانية هم من خلال هالشيء، يعني هذا شيء بالنسبة لنا جميل. وموضوع أغنية ممكن يصير باكر، ممكن عقب باكر، ممكن أي وقت يصير، ويكون في أجمل حالته يعني. أكيد تمام. أستاذ إلهام، ونحن سعيدين إنه نتواصل ويا مبدعينا ومثقفينا وفنانينا، وبالتحديد فناننا الكبير إلهام المدفعي. نتمنى لك التألق والنجاح بأعمالك الجديدة، وإن شاء الله دائما من تألق إلى تألق، وسعيدين إنه الفيحة هذا اليوم تلتقي بك. الحمد لله. يعني قبل أسبوعين استلمت خبر من البي بي سي أنه اختاروني واحد من الماسترز of world music، فيعني لهذا لقب يشرفني أن أكون أحد أساتذة يعني في عالمنا اليوم، الأغنية على مستوى العالم. والألبوم صدر وراح يكون في يعني يصدر في حول العالم حوالي في فبراير القادم. فهذا هدية بالنسبة لي إلى كل جمهور فيها، وإلى كل الناس اللي تهتم بهذه الأعمال. ومثل ما شاهدون أنه عدد كبير من الجالية العراقية المتواجدة هنا في عمان حضرت هذه الاحتفالية الكبيرة لتكريم عدد كبير من الرواد والمبدعين والفنانين العراقيين. مبادرة جميلة من السفارة العراقية وأيضا من مركز الخلود للدراسات والأبحاث. دكتور ماجد، هذا اليوم نشاهدك هنا بهذا التكريم الكبير لنخبة كبيرة من العلماء والمبدعين والفنانين العراقيين. دائما تعودنا مبدعين يتكرمون بعد الممات، لكن هذا اليوم سعيدين أنه هم وأحياء يتكرمون، وهذا التجمهر الكبير وأيضا رعاية من قبل الأمير رعد بن زايد. حقيقة اختصرتي أنت الحدث بهذه الجملة، هو التكريم في حياتهم وقبل مماتهم. كما شاهدت اليوم هو عرس عراقي كبير وحقيقي بكل رجاله وأعلامه ومثقفي وعلماء، وجاءت هذه اللفتة بعد جهود أيضا من مجلس الأعمال العراقي في عمان. البارحة كرمنا الدكتور حسين أمين شيخ المؤرخين العرب، وألقى محاضرة جميلة عن بغداد، واليوم هذا التكريم لكوكبة من أعلام العراق وعلمائهم وفنانيهم. وسوف نستمر بهذه الجهود إن شاء الله مع مركز الخلد والسفارة العراقية في تكريم كل متميز لتذكير الشباب العراقيين بأصل العراق وأصل العراقيين وجودتهم وإبداعاتهم في الماضي والمستقبل. يمكن دكتور ماجد إذا نتحدث عن دور الفنان والعالم العراقي، كان له دور كبير، يعني دور في التغيير، دور كبير إيجابي في بناء تطوير العراق. هذا اليوم هذه الالتفاتة اللي نشاهدها من المؤسسات الثقافية وأيضا السفارة العراقية، رجال الأعمال لتكريم مبدعين ومثقفين، أكيد له بصمة إيجابية إلى التقدم والتطور في تكريم مبدعين أينما كانوا. كما ترين من نسبة الحضور الكبيرة والقاعة امتلأت، وهنالك عدد كبير من الشباب، وهذه ظاهرة ممتازة، شباب يتطلعوا إلى هذه الكوكبة من العلماء والفنانين تكرم من قبل سفارتهم ومثقفيهم ورجال أعمالهم. تنطل انطباع أن العراق لا ينضب من العقول والعلماء، وهنالك أمل كبير أن ينهض مرة أخرى وينتج مثل هذا العدد الكبير من المبدعين. فالعلامة إيجابية بكل معاني الكلمة حقيقة. أكيد نحن بالبداية نبارك لأنفسنا وإلكم بهذا التكريم، وأيضا المبدعين وفنانين، وشكرا جزيلا لدعم رجال الأعمال العراقيين إلى المثقفين والمبدعين والعلماء العراقيين. شكرا لك، شكرا قناة الفيحاء. سعادة السفير، أكيد سعيدين هذا اليوم بهذا التكريم لنخبة كبيرة من الفنانين والعلماء والمبدعين. أكيد تعودنا نحن العراقيين أنه دائما مثقفين ومبدعين وعلمائنا ما يتكرمون إلا بعد الوفاة. هذا اليوم أكيد سعيدين أنه تكرموهم وهم أحياء ويشوفون هذا التكريم هم وعوائلهم. والله حقيقة يعني هذا التكريم المبادرة أيضا من الأخوان في مؤسسة الخلد ومؤسسة المستشارية الثقافية في السفارة العراقية ودعمنا وجودنا. الدول الأمم العظيمة هي اللي تكرم عظمائها ورجالها، وهذه يعني هي نابعة عن تقدير واعتزاز لجهود أولئك الرواد الكبار الذين بنوا العراق. هؤلاء نخبة طيبة، مهندسين وأطباء وحقوقيين
وفنانين مثل يوسف العاني وغيره. حقيقة احنا اولا مسرورين فرحين بهذه هذه بداية اولى، سوف نقوم بادرات اخرى، سنكرم كل العاملين كل المبدعين من ابناء العراق. احنا السفارة بادرت بتكريم الفنانين. لكن هذا اليوم اذا نشاهد هذه النخبة المتنوعة سعادة السفير، شاهدنا العلماء والفنانين والمبدعين، نخبة مميزة جدا وكلهم تاريخ طويل من الإبداع ومن التميز، وأيضا لهم بصمة كبيرة في تاريخ العراق. يعني جميل جدا هذه الالتفاتة من السفارة العراقية وأيضا مؤسس الخلد هنا في عمان. يعني العراق كنز كبير للكوادر والعلماء والفنانين. حقيقة أنا كل يوم أكتشف طاقات جديدة، وكل مكان سافرت به بالعالم لقيت فنخبة لامعة من كل الاختصاصات في كل مكان. هذا حقيقة يعني يدفع الأمل أن العراق سيبقى سينهض وسيكون في طليعة الشعوب. الشعب العراقي يمتلك طاقات كبيرة وفنانين وأدباء وشعراء ومن كل الاختصاصات. حقيقة يعني هذا الاحتفال اليوم هي خطوة لتعيد الأمل بالنفوس، التفاؤل أنه هذا البلد يعني بلد معطاء. أكيد سعادة السفير أنه دائما أشاهد يعني في السابق، إذا نرجع إلى السابق ونظام الدكتاتوري، كان هناك فاصل بين السفارة وبين المواطن العراقي، لكن هذا اليوم أنا أشاهد السفارة العراقية في عمان هناك تواصل كبير مع المواطن العراقي، مع الجالية العراقية، مع الفنان العراقي. أكيد سعيدين أنه هناك حلقة وصل كبيرة بين السفير وبين الجالية العراقية، بين المواطن والسفارة العراقية. أتوقع أنه الخوف من العقلية القديمة اختلفت؟ العقلية اختلفت تماما. الآن السفارة هي بيت لكل العراقيين، والسفارة مفتوحة أبوابها لكل عراقيين. يردون يوميا العشرات، نستقبل يوميا 250 شخص في القنصلية، يجدون كل الترحاب والتقدير والاعتزاز من لدن كل موظفي السفارة العراقية والقنصلية. جالية كبيرة هنا بعمان، جالية كبيرة عندنا هذه الجالية. مع ذلك السفارة قائمة والقنصلية بواجبها لخدمة كل أولئك الأعزاء، أبناء العراق الأعزاء، والباب مفتوحة لحتى لكل صغيرة وكبيرة يحتاجوها، ولكل شخص عراقي يجي لا يرجع إلا وهو راضي عن السفارة. حيدر، أكيد هذا اليوم أنا سعيدة جدا بقصيدتك الجميلة عن العراق. هذا اليوم احتفال بالمبدعين المثقفين العلماء العراقيين، كوكبة نخبة من المبدعين والفنانين العراقيين في هذا التجمع الكبير. أكيد هذا يضيف لنا شيء، وأكيد لمسات الشعرية اللي ضفتها هذا اليوم على الاحتفالية كانت جدا مميزة. هذا اليوم شنو شعورك وانت تقدم قصيدة للمبدعين والعلماء والفنانين من النخب المتميزة العراقية؟ يعني كم هو رائع اليوم بهذا المحفل نلتقي بهذه النخبة من الرواد والمبدعين العراقيين. كانت حقيقة مسؤولية كبيرة جدا أن أقف أمام هذه النخبة، أمام هذه النجوم. وكان محق الجواهري حينما قال لي أبي العلاء المعري، وأنا طوعت هذا الشيء اليوم لمبدعينا، يعني كل نجم تمنى في قرارته لو أنه بشعاع منكم قد جذب. حقيقة أنا اليوم من أسعد الناس أنه حصلت على فرصة أن أكون بين هؤلاء النخبة. وكم هو جميل أيضا للسفارة العراقية أن تخلق هذه المحافل حتى نثبت دائما بأنه العراقيين يد على يد، كما هو القلب على القلب. كنا جدا سعيدين هذا اليوم وكاميرا الفيحاء أن المبدعين والرواد العراقيين تكرموا وهم أحياء. هذه نقطة مميزة جدا، التفاتة كريمة من السفارة العراقية هنا بعمان أن تكرم مبدعينا ومثقفين وعلمائنا وهم أحياء. أكيد شفنا الفرحة بعيونهم، لكن أنا أحب أنه تهديهم قصيدة أو تهدي جمهور الفيحاء قصيدة. أتشرف بذلك، أتشرف طبعا. حقيقة يعني هو طلب مربك نوعا ما، لأن الفيحاء وقناة الفيحاء تستحق دائما ما هو الأكبر دائما لذات الشأن في الأفق الفسيحي، وللخير الذي عشقته روحي، وللبشرى وما فيها أغني فتلتئم النوازف من جروحي. شكرا للفيحاء وشكرا على هذه الاستضافة. أنا جدا سعيد لأن كنت
يعني فرصة كانت أنا أطل من خلال قناة الفيحاء وشاشة الفيحاء وبوجهك الحسن أكون جزء منكم اليوم. شكرا جزيلا. تسلم جزيلا حيدر، وأكيد سعيدين نحن أنه شبابنا العراقي يشارك هاي النخبة من الرواد احتفاليتهم، وأكيد يكون دور للشاب العراقي في هذه الاحتفالية. أكيد نشكر سفارتنا العراقية ونشكر الحكومة العراقية لدعمها للمثقف والأديب والكاتب العراقي والعالم العراقي وين ما كان، وأكيد سعيدين أنه نشارك جميعنا هذه الاحتفالية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لك، شكرا لقناة الفيحاء، شكرا جزيلا.